أظهرت نتائج انتخابات مرشحي حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو لانتخابات الكنيسة المقبلة أن رئيس الكنيسة يولي إدلشتين حصل على المكان الثاني، فيما حصل وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس على المكان الثالث، ليليه في المركز الرابع الوزير السابق جيدون سار. هذا وحصل رئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات على المكان التاسع، ورئيس جهاز الشباك السابق أفي دختر على المكان العاشر. وكشفت النتائج أن وزير الاتصالات أيوب قرة والنائب يودا غليك والنائب نافا بوكير والنائب أورين حزن والنائب عينات بيركو فشلوا في الحصول على أصوات تمكنهم من تبوء أماكن مضمونة في قائمة مرشحي حزب الليكود للكنيست.